في طلتك هبة وسعادة سيدي يغلى زعيم يا هيثم السلطان لك تقدير وخلاص ولا من شافك يشوف الرضا والطيب والله العظيم اسطورنا فيها الشعور الطير وترحب هلا هلا يا راس المجد والناموس والراي الحكيم يا قايد بلاد الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مسائية عامرة بالمحبة والسعادة لكم مشاهدين الأحبة أينما كنتم تتابعون هذه الإطلالة من برنامجكم من عمان، مساء آخر من مساءات عمان الخير والنماء. نحاول أن نعكس تفاصيل عمان الجميلة بسواعد أبنائها المخلصة من خلال المنجزات التنموية في مختلف المجالات والأصعدة، فتحية كل التحية لكل يد تبني عمان في كل حقل وميدان. حلقة الليلة أيضا زاخرة بمتابعات عديدة لا تحلو إلا بمتابعتكم الطيبة، حياكم الله حتى العاشرة. منار السلام لمن يقتدي ومسر الأمان له قبلة ضياء منير على المشهد وأنت المعظم سلطانها وهذه عمان بكم تهتدي ومن نهضة في مسار العلا إلى رفعة في ذرى المرقد سنعلو وقائدنا هيثم كريم الأماجد والمحتدي همام تمثل فيه الوفاء وريث السلاطين من أحمد على عزة سرورا بمقدمك الأمجد أتتك الزعامة مختالة وأنت لعليائها مهتدي فسر في طريق المعالي بنا فإنا على الوعد والموعد وهمتنا جاوزت في المدى مدار السماء على المرصد وعزوتنا شأنك المنتمي إلى العز والجاه والسؤدد لك المجد سلطاننا هيثم لك الوجد من حبنا السرمدي لك الوجد من حبنا السرمدي لك الوجد من حبنا السرمدي. We'll be right back.
عزة عماني نحتفي الليلة أيضا مشاهدينا، حيث حصلت دراسة بعنوان بيئة المعلومات والممارسات الاجتماعية والتقنية للرقميين الرحل للدكتور علي بن سيف العوفي من قسم دراسات المعلومات بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، والفاضلة نهاد بنت علي الهادية من المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس. تفاصيل هذه الجائزة الدولية كأفضل ورقة علمية لعام 2020 برفقة ضيفتنا الكريمة نهاد الهادية. مساك الله بالخير نهاد، ونبارك لك هذا الفوز. مساء النور بيان، والله يبارك فيك. بداية نريد أن نعطي المشاهد فكرة ولمحة عن هذه الجائزة الدولية. طبعا الجائزة هي عبارة عن جائزة إميرالد ليتراري أورد، هي عبارة عن جائزة يتيحها الناشر إميرالد للإنجازات والمساهمات العلمية. طبعا هو ينشر عدد كبير من المجلات بالإضافة لعدد كبير من الكتب. يتم اختيار عدة أوراق من هذه المجلات للتتويج بهذه الجائزة. طبعا توجد 4 فئات لهذه الجائزة. طبعا جائزة أفضل ورقة علمية، جائزة لأفضل المراجعين، جائزة أفضل مؤلف، بالإضافة إلى جائزة لأفضل الدراسات الموصى بها. وبحمد من الله وتوفيقه حصلنا على جائزة أفضل ورقة علمية لعام 2020 في الورقة المنشورة في مجلة Global Knowledge Memory and Communication. نعم، وهذا نتاج عمل دؤوب أيضا من قبلكم وقبل الدكتور المشارك معك في هذه الدراسة. نقرب المشاهد الكريم من ماهية هذه الدراسة. طبعا هذه الدراسة قامت بدراسة اللي هي ممارسات المعلومات للرقميون الرحل أو البدو الرقميون نسميهم. طبعا هو مصطلح باللغة الإنجليزية Digital Nomads، وليس معرب، ولكن هي محاولات لتعريب هذا المصطلح. قمنا بدراسة الجانب التقني والجانب الاجتماعي والتحديات والفرص التي تواجه هذا النوع من العمال. طبعا الرقميون الرحل هو نمط من أنماط العمل المستقل المستقبلي، منتشر حوالي العالم ولكن غير منتشر بشكل كبير في الشرق الأوسط وفي سلطنة عمان. طبعا هذه الفئة من العمال لا يستقرون في مكان واحد، يمارسون العمل أثناء التنقل. يعني اليوم هو موجود في مسقط، بكرة في مالديف، واليوم الثاني في بالي، وأثناء التنقل يقوم بالعمل. هم عمال معرفة يقومون بأعمال محددة، يمكن قد يكون صحفي أو قد يكون مترجم، مصمم، صانع محتوى، مدير منصات التواصل الاجتماعي، اللي هي الأعمال لا تتطلب التواجد المادي أو التواجد الجسدي داخل بيئات العمل. وطبعا يستهدفوا أماكن معينة، يعني ممكن تحصلينهم يشتغلوا في صالات انتظار المطارات، في المقاهي، مساحات العمل المشتركة، وعندهم معايير معينة لاختيار هذه الأماكن أيضا. الرقميين الرحل، يعني أيضا لماذا اخترتم هذا الموضوع؟ عادة الباحث يختار موضوع موجود في بيئته. نعم. ظاهرة موجودة، مشكلة، قضية. نعم. لماذا هذا الموضوع بالذات؟ طبعا يعني هذا الموضوع أثار فضولنا كونه هو موضوع جديد. هذا طبعا يعني من أصول البحث العلمي أنك لازم تكتشف شيء جديد أصلا ما تم دراسته من قبل حتى تكمل اللي هي حلقة العلم أو مسيرة المعرفة. طبعا كان هذا الموضوع هو تنبؤي لمستقبل الأعمال، فحبينا أنه نتنبأ أو نستكشف بيئات الأعمال هنا في سلطنة عمان ونكتشف هذا العمل عن قرب. طبعا إحنا كمتخصصين في مجال المعلومات كان تركيزنا أكثر على ممارسات المعلومات، يعني كيف الأشخاص أو العمال هؤلاء يتعاملوا مع المعلومات أثناء التنقل. نعم، العينات كيف اخترتموها أيضا؟ آلية اختيار هذه العينات؟ طبعا العينة قمنا باختيار 21 عامل مستقل كانوا أو من العمال الذين يتنقلون. طبعا في كان معايير محددة. المصطلح الأصلي أنه شخص عماني أو عامل مستقل عمالي يسافر وهو يعمل ما كان متوفر، لذلك قمنا بتقليص الكونسبت أو الموضوع وحصرنا داخل السلطنة العمال الذين يتنقلون ويعملون. طبعا الاختيار أن يكون عامل معرفة، لازم أن يكون من عمال المعرفة يتعامل مع المعلومات، أن يكون التنقل هو روتين
أو نمط من أنماط عمله، لديه المهارات الكافية لبناء استراتيجيات وتهيئة أماكن عمل متنقلة. نعم، هذه بالنسبة لآلية الاختيار. طيب، نعم. النتائج، أهم ما توصلتم إليه بعد هذا البحث؟ طبعا النتائج كانت أثبتت أنه الموضوع هو في مراحله الأولى داخل السلطنة. وجدنا أن 47% منهم يفضلون العمل في المقاهي عن مساحات العمل المشتركة. أيضا وجدنا أنهم يعملون لمدة 9 ساعات يوميا. هذه من تفاصيل النتائج. أيضا وجدنا أن لديهم المهارات الكافية لإنشاء استراتيجيات تساعدهم للعمل الحر أو العمل المتنقل. يعني لاحظنا أن المهارات جدا مرتفعة فيما يخص الوصول إلى المعلومات، البقاء بشكل متصل. وأيضا وجدنا عندهم عدد من التحديات وعدد من الفرص. من بين هذه التحديات أنه هو فقدان الاتصال الجسدي مع يمكن أفراد ثانيين، لأنه هم يبحثوا عن أماكن فيها بناء العلاقات، ولكن أحياناً العمل لما تكون عن بعد، نفس اللي صار في فترة الجائحة، صرنا ما نتلاقى بشكل شخصياً، أغلب الأعمال هي فيرتشوال أو افتراضياً. نعم، تقريبا هذه أهم النتائج اللي توصلتها. نعم. الدراسة. طيب، نحن في ختام أيضا هذه المحطة نتحدث عن هذا النوع من العمل، كيف ممكن أن يستوعب الباحثين عن عمل، أن يخلق لهم أيضا بيئة حاضنة لإبداعاتهم؟ نعم، كان بين التوصيات اللي أوصت هذه الدراسة أنه تكون في منصة مخصصة لهؤلاء العمال، تتيح لهم اللي هي يعني بيئة تساعدهم للعمل وتشجعهم للعمل. طبعا هنا في سلطنة عمان أتمنى أنه يكون في هناك تشريعات وقوانين تحمي هذا النوع من العمل أو العمل الحر أو العمل الرقمي. تقريبا هذه أهم النقاط اللي ذكرناها في ضمن التوصيات. طبعا وهذا خيار شخصي، يعني أنا أشوف أنه باحث عن عمل بدل لا يقضي ممكن سنة أو سنتين هو يبحث عن عمل، ممكن أنه يستثمر هذا الوقت في العمل الحر لغاية أنه يثبت في عمل معين. فهذا أنا أتوقع أنه هو خيار شخصي، هذا النوع من العمل. يعني خاصة نهاد مع وجود مساحات مشتركة الآن. نعم. في السلطنة بدايات لمشاريع شبابية قادمة في مختلف المحافظات. أشكرك. نعم. الليلة على وجودك في برنامج من عمان والحديث عن هذا الإنجاز البحثي العماني. شكرا لك نهاد بنت علي الهادية، أخصائي معلومات من المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس. شكرا جزيلا. شكرا لك طيان. نتواصل معكم مشاهدينا في أمسية الليلة برنامجكم من عمان، تفاصيل مختلفة عن الحراك الوطني. نتابع التقرير القادم عن سباقات الهجن في السلطنة، بعدها عودة لحديث أوفى مع ضيفي الكريم. ابقوا معنا. على اسمك من عشاق ذاكرة وتزيد لشواقي ويثور الغرام الدفي. تشكل سباقات الهجن جزءاً أصيلاً من الموروث الشعبي في سلطنة عمان، وتحظى باهتمام رسمي وشعبي من خلال إقامتها بمختلف مناطق السلطنة، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير بالحفاظ على الموروث العماني الأصيل. وجاء إنشاء الاتحاد العماني لسباقات الهجن كإحدى الإنجازات في تطوير هذه الرياضة من خلال متابعة السباقات والعناية بها ورصد جوائز نالت رضا محبي وملاك ومضمري الهجن بالسلطنة. ومن منطلق الاهتمام بسباقات الهجن في سلطنة عمان والتي تطورت خلال السنوات القليلة الماضية، كان من الضروري أن يصاحب هذا التطور وجود كوادر عمانية مؤهلة تتماشى مع ما يجري من مستجدات في عالم سباقات الهجن، الأمر الذي تحقق حالياً لتكتمل منظومة هذه الرياضة التراثية الأصيلة. ويهتم كثير من العمانيين بالهجن حفاظاً على سلالتها وعلى موروثاتهم، ويقدم خاصة لنوق السباق العسل والتمر والشعير والحليب للمحافظة على لياقتها وإعدادها الإعداد الجيد.
وتكاد سباقات الهجن تتفوق على مباريات كرة القدم في شعبيتها بسلطنة عمان في أغلب الأحيان، وترصد للنوق والجمال الفائزة بالسباقات جوائز مجدية جدا تفوق مكافآت لاعبي الكرة. ومن هنا جاء التشديد المستمر من اتحاد سباقات الهجن على مراقبة جميع الهجن التي تسابق في السباقات السنوية الرسمية والأهلية، وذلك من خلال مطابقة الركب الآلي للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا المجال، والتشديد على منع كافة الآلات والمواد المحرمة محليا ودوليا في هذه السباقات. خبت ذلو الشعر في الميداني وشلت بالتغرود في الحياني صوب السعير. تحية لكم مشاهدينا من جديد. كما شاهدنا في التقرير ملامح من سباقات الهجن في السلطنة، هذا الموروث العماني الأصيل. يأتي اليوم حديثنا عن هذا الموضوع نتيجة لتوقيع اتفاقية ما بين الاتحاد العماني لسباقات الهجن وشركة أوكسيدنتال عمان للموسم 2020-2021. تفاصيل مختلفة حول هذا أو هذه الاتفاقية برفقة ضيفي الكريم مدير دائرة أنشطة الهجن بالاتحاد العماني لسباقات الهجن سالم بن سيف المعمري. مساك الله بالخير أستاذ سالم، حياكم الله في برنامج. مساء النور السرور، أهلا وسهلا بكم. اتفاقية ما بينكم وبين أوكسيدنتال عمان، نتحدث عن تفاصيلها للمشاهد الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية يسرنا أن نشكركم جزيل الشكر والامتنان على تواصلكم ومتابعتكم لأنشطة سباقات الهجن ممثلة بالاتحاد العماني لسباقات الهجن. بالأمس تم توقيع الاتفاقية مع شركة أوكسيدنتال عمان، هذه الشركة الرائدة في السلطنة، بحضور وتحت رعاية سعادة الشيخ رشاد بن أحمد بن محمد بن عمير الهناي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب لشؤون الرياضة والشباب، بمعية الشيخ سعيد بن سعود بن محمد الغفيلي رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن. وتضمنت هذه الاتفاقية دعم لأنشطة السباقات المخصصة لسباق التنافسي وعدد 20 سيارة، ومن ضمن هذه المبادرة أو المساهمة من الشركة خصص عدد من السيارات لمناطق الامتياز، كونها يعني كي تستفيد من هذا الدعم المقدم من هذه الشركة الرائدة. وتم تخصيص عدة سيارات لكل محافظة، 4 سيارات. في أول انطلاقة كانت في ولاية في محافظة الوسطى ممثلة بولاية هيمة، تم تخصيص لهم عدد 4 سيارات. أيضا دعم من الاتحاد العماني لسباقات الهجن، جوائز عينية ونقدية أخرى من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. كما تعلمون الشركة هذه تقدم فقط سيارات عينية وهي عدد يعني محدد لكل محافظة. كانت الانطلاقة في محافظة الوسطى، وإن شاء الله في نفس هذا الشهر سوف تكون في محافظة الداخلية بولاية دم. أيضا في شهر يناير إن شاء الله سوف تكون الانطلاقة في محافظة الظاهرة بولاية عبري، ولكل يعني محافظة نفس الجوائز. يعني محافظة الوسطى والظاهرة والداخلية تم تحديد لهم نفس الجوائز. أيضا من ضمن الجوائز أو من ضمن هذا الدعم سوف يكون سباق يشمل جميع المحافظات. في شمال الباطنة بولاية صحار سوف يشمل جميع المحافظات ملاك الهجن وتعم الفائدة على الجميع. يعني الرؤية التي يعني قدمها الاتحاد العماني سباقات الهجن لهذه الشركة يعني لتعم الفائدة على جميع المشاركين، كون مناطق الامتياز لها الأحقية وكذا يحصلوا نصيبهم هناك بالجوائز هذه، وتكون المشاركة محصورة على محافظة الوسطى مثلا أو الداخلية أو الشرقية أو الظاهرة. أيوة. أما بالنسبة للسباق العام سوف يكون مفتوح. نعم. مفتوح لجميع المحافظات. جميل. ومنذ يعني منذ هذا الدعم انطلق في عام 2014. وهذا العام يعتبر العام السابع. لكل الشكر والتقدير لهذه الشركة. بداية كان الدعم ب16 سيارة. نعم. في 2014 في 16 سيارة.
في عام 2015-16 تم إضافة 6 سيارات، وصل الدعم إلى 22 سيارة. في عام 2017-18 28 سيارة. نعم. العام الماضي كان الحمد لله وفقنا معهم بعدد 30 سيارة. نعم. وكان الدعم يعني الحمد لله يعني شمل جميع المحافظة. عملنا سباق عام، والاتحاد دائما يحرص على هذا السباق العام، وتم وضع فيه 20 سيارة. نعم. فقط للسباق العام هذا. نعم. أستاذ سالم، يعني مثل هذه الاتفاقيات اليوم، نعم، وهذا الدعم أيضا يعكس مدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نعم، في دعم مثل هذه الموروثات العمانية. نعم. نتحدث عن الأهمية هنا، هذه الشراكة بين القطاعين. هذه الشراكة مهمة جدا، مهمة جدا للمحافظة على موروث الهجن العمانية. الهجن العمانية لها صيتها في دول مجلس التعاون، لأنها أثبتت وجودها الهجن العمانية، والمضمر العماني أثبت وجوده، ويعني وسنويا الحمد لله في يعني في الأمور الاقتصادية المبيعات التي تتحقق من خلال هذه المشاركات بفضل الله، وهذه السباقات على ما أعتقد يعني تصل إلى عدة ملايين، يعني أرقام يعني. ومعظم ملاك الهجن صار الحمد لله أصحابين رواد أعمال يعني، وصار تجار، وصار يعني دعموا آخرين فقط. نعم. يعني أستاذ سالم، هذا يقودنا إلى محور جدا مهم، أن هينا. هناك عائد اقتصادي من هذه الموروثات، نعم، العمانية يجب أن نستثمرها. نعم نعم، بفضل هذا الدعم، والذي يعني في بداية هذا الدعم يعني الدعم السخي من مولانا جلال السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، الدعم الأول لجميع الأنشطة الرياضية في السلطنة، ومن ضمنها دعم سباقات الهجن. هذا الدعم الذي يحرص أو تحرص عليه الحكومة الرشيدة على محافظة عليه ودعمه باستمرار، ونلتمس من الشركات الأخرى أن تحذو حذو شركة أوكسيدنتال عمان التي قدمت الدعم لمالك الهجن بالسلطنة، ومالك الهجن بالسلطنة يعني وصل مواصيل الحمد لله بفضل الله، وهذه السباقات الآن مسابقاتهم في دول مجلس التعاون ما يعني يوم ما يحصل الأول الثاني أو الثالث. صحيح. يعني مراكز متقدمة. صحيح، نتابع هذه الإنجازات. نعم. أيضا للمضمر. نعم. العماني، لملاك الهجن العمانيين. نعم. نتحدث أيضا عن سباقات الهجن في السلطنة بشكل عام، عن هذا الحراك، عن تفاعل الشباب. نعم. على وجه التحديد. نعم. مع سباقات الهجن. بالفعل بالفعل، لا ننسى الهجان السلطاني ممثلة بشؤون البلاد السلطاني بالدعم السخي من مولانا حفظه الله ورعاه، مكرمة سامية سنويا تخص ملاك الهجن، وأيضا في تسعيرات بشراء النوق الفائزة في معظم من السباقات، وهذه النوق التي تشترى تظل مع صاحبها وله عائد شهري تشجيعا له، ويعني ويستمر على هذا يعني على هذا المستوى. أيضا دعم ميدان البشاير ممثلا صاحب السمو سيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التعاون الخارجي ممثلا لجلالة السلطان المعظم، ايضا في سباق سنوي وخليجي، ايضا دعم يعني خليجي في شهر 2 على ما اعتقد، يعني سوف يكون على مدار 7 ايام، وهذا يعني عائد اقتصادي قوي لمالك الهجن، ولا ايضا للمنطقه. صحيح. المنطقه كاجمع يعني. صحيح. ايضا مالك الهجن يعني في اشخاص اخرين يستفيدوا منه، مثلا الاعلاف، مثلا يعني امور كثيره اللي هو يعني تعم الفائده على الجميع يعني لدعم هذه السباقات. نعم. ما تخص فقط مالك الهجن. طيب. في ناس اخرين خلف يعني كلهم يستفيدوا من هذا الدعم. جميل جميل، بشكل مباشر وغير مباشر. نعم. من ملاك الهجن. نعم. طيب السؤال الاهم، كيف نحافظ على هذا الموروث العماني؟ نعم، المحافظه بالدعم. الدعم الدعم المادي. الدعم اهم حاجه، الدعم المادي. المادي قبل في شهر سبتمبر كان مالك الهجن يعني قبل لا تبدأ السباقات ينتظروا يعني بأسرع وقت ممكن متى تفتح السباقات. لما جاءت الأوامر السامية والأوامر اللي صدرت من اللجنة العليا مشكورين جزاهم الله خير بفتح السباقات يعني وفق الاحترازات اللي هي متبعة، من فتحت السباقات مالك الهجن حسب أريحية وبدأت السباقات الحمد لله، وراحوا وسابقوا وكذا، والحمد لله الآن احنا من شهرين من قمنا السباقات، الآن يعني الوضع اختلف بكثير عن قبل. وين الاختلاف أستاذ سالم؟ الاختلاف في الدعم، الدعم لابد يكون الدعم.
نعم. مالك الهجن يعاني من الدعم. طيب. لابد من الدعم. طيب مشاركاتنا الخارجية. نعم. كيف الملاك الهجن العمانيين في الخارج أو المضمرين أيضا؟ نشكرهم جزيل الشكر على يعني على المراكز المقدمة سواء كانت في السباقات أو في المزاينة. أيضا المزاينة ما يعني نعطيها حقها. المزاينة قبل يعني أعتقد قبل فترة كانت في مشاركة في أحد دول مجلس التعاون وحصل على مراكز متقدمة. وفي بيعات الحمد لله تم بيع عدة من الهجن العمانية الأصيلة، حيث الهجن العمانية الأصيلة من يعني من وين ما تكون تبرز وجودها. نعم، كل التوفيق لكم إن شاء الله في تعزيز أيضا هذا الحراك في السلطنة من الموروثات العمانية الأصيلة سباقات الهجن. شكرا لك على حضورك في استوديو برنامج من عمان، مدير دائرة أنشطة الهجن بالاتحاد العماني لسباقات الهجن سالم بن سيف المعمري. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. الله يخليك. نتواصل معكم مشاهدينا بكل محبة في أمسية الليلة بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. الشعر في الميداني وشلت بالتغرود في الحياني صوب السعي مقصد بها سلطاني سلطاننا هيثم رفيع الشاني سلطاننا هيثم رفيع الشاني خبت ذلول الشعر في مشاهدينا السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم عناوين التاسعة مساء. جلالة السلطان المعظم يعزي سمو الشيخ أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح.
المركز الوطني لعلاج الأورام بالمستشفى السلطاني يدشن تقنية الجراحة الإشعاعية الدقيقة للجسم للمرة الأولى في السلطنة. وزارة التربية والتعليم تعمل مع الجهات المعنية على غرس ثقافة الأمن السيبراني للتصدي للمشكلات الناجمة عن سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة. بريطانيا تبدأ حملة تطعيم جماعي لسكانها ضد فيروس كورونا كوفيد-19. بريطانيا تتفق مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد بريكزيت رغم استمرار تعثر المفاوضات. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع الإنساني في تيغراي الإثيوبية وتعرض فريق أممي لإطلاق نار بعد اقتحامه نقطتي تفتيش. بدء تحليل كبسولة مسبار ياباني أعادت إلى الأرض بعينات من كويكب ريوغو. نهاية العناوين، تفاصيل أوفى تمام العاشرة، إلى اللقاء. مشاهدينا مجددا في أمسية الليلة من برنامجكم من عمان، كما أن هناك مساحات أيضا لتعزيز الثقافة القانونية من خلال استعراض مجموعة من القوانين. نتحدث الليلة عن قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن مجموعة أيضا من النزاعات الذي صدر عن المرسوم السلطاني 125/2020. تفاصيل مختلفة برفقة ضيفي الكريم. ورحب باسمكم مشاهدينا بالدكتور أحمد بن سعيد الجهوري، محامي ومستشار قانوني ورئيس ادعاء عام سابق. مساك الله بالخير دكتور، وحياكم الله في برنامج من عمان. مساء الأنوار، أهلا وسهلا أستاذ بيان، أهلا بك. الله يحلي. نريد في البداية أن نعرف المشاهد الكريم بهذا القانون. حقيقة أنه هذا القانون وفق النهج السامي المتجدد يعني باكورة لانطلاقة جريئة جدا في الرتم القضائي البيروقراطي اللي معنا، بأنه ينتقل إلى اختصار في المدد وفي الإجراءات، يعني بطريقة حقيقة غير متوقعة بأن نصل إلى هذه النقلة النوعية. نقلة في احتساب المدد، نقلة في طريقة التقاضي، نقلة أيضا في التعامل مع بعض الأوراق القضائية، نقلة في استخدام طرق التواصل، لأنه عندنا العديد من العقبات القانونية استطاع وفق هذا القانون أن يتجاوزها. يعني بالنسبة لنا حقيقة، وأيضا وضع بصيص ضوء لآلية تعامل جدا متطورة ومتقدمة، اللي هي تكون المحاكمات برمتها بطرق إلكترونية عن طريق سواء المرئية أو المسموعة. فيعني هذه الأطر اللي طرحها هذا القانون بكل شفافية، يعني نقلة جريئة جدا. يعني العديد من الإشارات في هذا القانون وضع قوة لبعض السندات بحيث أنها تكون على طول أحكام نافذة. نعم. ومثال عليها، المثال الأبرز يعني بالنسبة لنا إحنا الآن، يعني كانت العلاقة الإيجارية الغالب العام يتهرب من اللجوء لعمل عقد الإيجار. نعم. إما ابتعادا عن سداد الرسوم،
أو انتهاء لأنه يقول حالي وحال غيري من لم يعمل العقد سواء أمام القضاء والدعوة تأخذ طريقها. الآن وفق هذا القانون لا، إذا قمت بعمل عقد الإيجار حميت نفسك. طبعا عقد صحيح يعني بمعنى أنه ليس كما يسمى في القانون صوري، يحطوا رقم أو قيمة الإيجار مخالفة للقيمة الحقيقية. نعم. يكون العقد حقيقي على طول تشل هذا عقد الإيجار وتمهر بالصيغة التنفيذية ومن ثم يكون محطة نفاذ، بمعنى أني أنا حصلت على هذا العقد إذا صارت لي امتياز بعكس السابق، يعني معناته أنه الرسم أيضا اللي دفعته للحكومة أضاف لي ميزة جديدة وفق هذا القانون بأن يكون هذا العقد ما يحتاج له يعني دعوة، ما يحتاج أني أرفع قضية على طول بهذا العقد أنفذ به المطالبة. ودكتور يعني في اختزال للوقت للجهد أيضا للمسافات إن صح التعبير، القضاء على البيروقراطية أيضا والتأخر في المعاملات في القضايا تتراكم أحيانا حتى في المحاكم كقضايا الشيكات على سبيل المثال. نعم، هذه أيضا قضايا الشيكات يعني أعاد حقيقة القوة الحقيقية، لأنه في الأصل أن الشيك يقوم مقام النقود، فرجعوا الآن هذا القانون إلى قوته الحقيقية، بمعنى أنك أنت إذا تنتبه تريد أن تصدر شيك، إذا تعرف أن هذا الشيك لن يتأخر الفصل فيه سيأخذ دعوة، ربط بأنه أيضا ملزم جهة التقاضي اللي هو القاضي الذي سينظر الموضوع في مدة بسيطة جدا اللي هي 30 يوم فقط كحد أقصى. دكتور 30 يوم؟ نعم 30 يوم كحد أقصى، يمكن تمديدها يعني لفترة مماثلة في حالات استثنائية إن لم تكن مثل ما أشار المشرع الدعوة صالحة للحكم فيها. أيضا يعني وضع مع هذه القوة في المدة القوة في أنه أيضا في آلية التقاضي أوجب على القاضي بأن يفصل في الجانب الجزائي، لأنه الشيك يرتب جانب جزائي بما أني أنا خالفت القانون اللي هو العام لإصدار هذا الشيك وارتجع بدون رصيد، إذا صارت عندي دعوة جزائية ولي في المقابل أيضا مطالبة مالية، فألزم على القاضي بأنه يفصل في هذه الدعوين معا، بمعنى أنه كان سابقا ممكن أن القاضي الجزائي يقول أنا أحكم عليه بالعقوبة الجزائية والدعوة المدنية تحال إلى الدائرة المختصة، فهذا الإلزام أيضا اختصر في آلية التعامل. حتى في درجات التقاضي يعني هذه الدعاوي اللي صادرة في هذا القانون تكون على درجتين فقط، يعني ابتدائي واستئناف، استثناء في بعض الدعاوي فقط اللي هي أشار لها المشرع في قانون الاستثمار بأنها تكون إذا زادت قيمتها على 150,000 تذهب إلى المحكمة العليا، ولكن أيضا في المحكمة العليا وضع لها نظام بأنها أيضا تكون مرحلة انتهائية، يعني كان وفق التنظيم القانوني يحق للمحكمة العليا أن تنظر الدعوة ومن ثم تعيدها إذا قررت نقض هذا الحكم لنظرها في هيئة مغايرة. الآن بهذه الآلية لا، ملزمة أيضا المحكمة العليا أن تفصل في هذه الدعوة في عندما تعرض عليها، إذا ما رأت أن يعني نقضها أن تنظرها وتفصل فيها. نعم، أيضا دكتور ذكرت في حديثك أن هناك توظيف للتكنولوجيا أو للتقنية في هذا القانون. نعم. من خلال بعض النزاعات. جميل. تقديم دعوة إلى آخره، هل يقتصر أيضا هذا الجانب على نزاعات معينة في القانون؟ بالنسبة لاستخدام آلية استخدام التكنولوجيا، نعم هو أشار إلى في الدعاوي الجزائية من ضمنها كان في حديثه عن دعاوى الشيكات، لكن أيضا استفادوا ما نظموا المشرع في آلية الإعلانات الأوراق، يعني الأوراق القضائية بشكل عام. نعم. رخص المشرع هنا بأن تكون وسيلة الإعلان يعني اللي هي بالرسائل بالطرق الإلكترونية المتاحة سواء كلها، يعني الآن التنظيم غير واضح لأنه يجب أن يصدر فيه يعني توضيح من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بس الآن يعني يكتفى بأن تصلك رسالة خلينا نقول نصية اللي هي الاس ام اس، أو رسالة إذا ما اعتد بها الواتساب أو الإيميل
في أنه أنت عندك دعوة وتم تأكيد وصول هذه الرسالة إليك فلم تلتزم تسير الدعوة في مجراها. يعني سابقا كان هنالك فريق عمل كبير جدا ويتعب في إيصال حتى تبتدئ الدعوة. يجب أن تنعقد الخصومة وفق يعني نصوص القانون، فتنعقد الخصومة بتأكيد إعلان هذا الشخص اللي هو أنت الآن تدعي عليه بأنه وصلوا هذا الإعلان، فينتقل محضر المحكمة إلى المكان، وإذا كان هذا الرجل انتقل من هذا المكان أو هذه المرأة أو هذه الشركة انتقلت من هذا المكان إلى مكان آخر، يعني المسألة كانت تأخذ وقت طويل. صحيح. إلى أن نصل فقط إلى انعقاد الخصومة، بعدنا ما بدأنا في الدعوة. نعم. فقط انعقاد الخصومة، فبالتالي الآن يعني هذا القانون حقيقة قصر كل هذه المسافات، استخدم وسائل التقنية الحديثة في أن يعني يصل بها إلى الغاية المثلى، لأنه إحنا يعني الغاية من القوانين وصول عدالة ناجزة. صحيح. للجميع، فبالتالي أنه إذا كانت الصورة جلية وما يراد بها أن تصل بهذه الآلية وبهذه السرعة، فنحن يعني أيضا وسيلة لأيضا جذب الاستثمارات، المستثمرين، الأمان في يعني في التقاضي. إذا كانت يعني أكبر القضايا الآن اللي هي الاستثمار رأس المال الأجنبي، حدد لها المشرع في هذا القانون أن يكون بحدها الأقصى 4 أشهر في المرحلة الابتدائية، وفي مرحلة الاستئناف 6 أشهر، يعني بإجمالي 10 أشهر لنظر هذه الدعوة. حقيقة يعني طفرة لتعامل القضاء مع مثل هذه الدعوة. نعم نعم. نحن نتحدث هنا أيضا أو تحدثنا خلال هذا الحوار دكتور عن بعض هذه النزاعات، لو نوجز للمشاهد الكريم أبرز هذه النزاعات التي وردت في قانون تبسيط التقاضي. نعم، هو أوردها المشرع بأنها بخمسة دعاوي. أولا اللي هي دعاوي رأس المال الأجنبي والمقاولات، وثناها أيضا بدعاوي العلاقات الإيجارية ودعاوي الشيكات، وأيضا الأوامر على الأداء، وهذه أيضا ميزة حقيقة يجب أن نعرج عليها بالنسبة للأوامر أو الإقرارات بالدين. يعني كان زمان البعض يتكبد ويتفق مع شخص معين ويقول له نروح على الكاتب العدل ونقر بهذا الدين أو بهذا الالتزام المالي اللي عليه، لكن بعد ذلك حل موعد سداد الدين، ما نفذ هذا الرجل، ما العمل؟ يروح يرفع دعوة، والدعوة تأخذ أيضا وقتها ابتدائي واستئناف وإذا راحت إلى العليا، ومن ثم يرجع، وكأنه يعني ما قام به من إجراء أمام كاتب العدل وإقرار الصريح بهذا الدين لم يستفد منه. الآن وفق هذا القانون لا، أيضا هذه الإقرارات على طول يأخذها إلى قسم التنفيذ في المحكمة المختصة ليصبغ عليها الصيغة التنفيذية، وبتكون كذا يعني كأنها صارت حكم نهائي يجب تنفيذه. نعم. طيب متى رح يبدأ تطبيق هذا القانون؟ يعني إحنا نعلم إنه المرسوم جاء في تقريبا في نوفمبر. نعم. فعليا بدأ في الميدان في 12 نوفمبر صدر، ويتم تطبيقه أو نفاذه مثل ما أورد المشرع بعد 3 أشهر، وبالتالي يعني بيكون في 12 فبراير. نعم. بتكتمل 3 أشهر. نعم. يعني هنا أيضا كلمة لأصحاب الشيكات، أعتقد أنه راح يكون خطر كبير بالنسبة لهذه القضايا، لأنه المدة كما ذكرت قلت وصارت 30 يوم كما ذكرت. يعني الآن الوضع السليم هو سليم، لكن يشكل خطورة على الطرف الآخر. يعني اللي أريد أوصله بأنه يجب علينا أن ننتبه، يعني هذه مثل ما يقولوا بعثرت الشيكات دون انتباه ودون حسبان، عواقب لا. صحيح. يجب أن نلتزم ونعلم يقينا بأنه يعني إذا وضعنا هذا الشيك أن يكون له المقابل النقدي جاهز عند استحقاقه، لأنه هو في الأصل أنه وسيلة أداء وأنه يقوم مقام النقود المكتوبة عليه. نعم، بدون أدنى شك. أشكرك اليوم على هذا الحديث الماتع حول أيضا هذا القانون دكتور أحمد بن سعيد الجهوري، محامي ومستشار قانوني، رئيس الدعاء عام سابق. شكرا جزيلا. شكرا لك يا أستاذ، الله يحفظك. نتواصل معكم مشاهدينا الأحبة في المحطة القادمة، نتابع أيضا تقرير عن براءات الاختراع، بعدها عودة للحديث عن الملكية الفكرية برفقة ضيفتنا. ابقوا معنا. ما نبي غيرك بلد
عاشقينك للأبد. يا هوافينا ربي، يا هوافينا ربي، يا وطن حر أبي، غيرك انت من بي، يا وطن حر أبي. يمكن تعريف حقوق الملكية الفكرية بأنها مصطلح عام يتعلق بنسب حقوق الملكية لأصحابها ومالكيها كبراءات الاختراع أو حقوق النشر أو العلامات التجارية والسماح لهم باحتكار استخدامها لمدة محددة. تعتبر حقوق الملكية الفكرية حقوقاً قانونية تحفظ الابتكارات والاختراعات الفكرية في كافة المجالات منها الصناعية والعلمية والأدبية إلى جانب المجالات الفنية من الانتهاك. وتندرج حقوق الملكية الفكرية تحت أي ابتكار إنساني أصلي كالإبداع الفني والأدبي أو الاختراع التقني إلى جانب الاختراع العلمي، كما أنها تعنى بالحقوق القانونية المقدمة للمخترع أو المبدع أو المتنازل له بهدف حماية اختراعه أو ابتكاره ومنحه الحق بالانتفاع به لفترة من الوقت. تنقسم حقوق الملكية الفكرية إلى عدة أنواع، منها حقوق النشر وبراءة الاختراع والعلامات التجارية إلى جانب التصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية بالإضافة إلى الأسرار التجارية. تعزز حماية الملكية الفكرية من الإبداع والرغبة في الابتكار، إذ أن حماية الأفكار تعود بالمنافع الكاملة على اختراعات الأفراد والشركات، الأمر الذي يدفعهم على التركيز بشكل أكبر على البحث والتطوير، كما تعزل حقوق الملكية الفكرية المنتج عن المنافسة إلى جانب توفير مصدر للدخل. أيها المواطنون الأعزاء، أبناء عمان المخلصين، أنت روحي، أنت قلبي، فداك عمان، عمان التحدي، سلمتي ودمتي وكنت الأمان. سلاما سلاما بلادي سموتي، سلاما عمان، بكل ما فيه خير عمان. وطني عمان، وطني عمان، كل المحبين صفا تحميك أرض الجود. وطني عمان، نفدي بحب ثراك والروح فيك تجود. وطني عمان، كل المحبين صفا تحميك أرض الجود. وطني عمان، نفدي بحب ثراك والروح فيك تجود. وطني عمان، عمان الشعب قاطبة أياد ترفع العلم، وكل دعائهم يا رب وحد فيهم الكلمة. عمان الشعب قاطبة أياد ترفع العلم، وكل دعائهم يا رب وحد فيهم الكلمة. فيها دم أعاننا الله على السير على نهره، إنه نعم المولى
ونعم المصير. مشاهدينا من جديد، عودة بكل محبة إلى محطات حلقة الليلة ببرنامجكم من عمان. الحديث في هذه المحطة عن اتفاقية وتعاون متميز بين جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والجمعية العمانية للملكية الفكرية. تفاصيل هذا التعاون برفقة ضيفتي الكريمة، ورحب باسمكم مشاهدينا بالدكتورة حليمة بن صالح البدواوية من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. مساك الله بالخير دكتورة، ونرحب بك في برنامج من عمان. مساء الخير والنور أختي بيان. قبل أن ندخل في تفاصيل الاتفاقية، نريد أن نتحدث عن أهمية الملكية الفكرية لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشكل عام. نعم، بالنسبة لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، فكما تعلمون تم إنشاء الجامعة في بموجب مرسوم سلطاني صدر في أغسطس العام 2020، أغسطس الماضي. تضم جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 13 فرع، هي عبارة عن 5 كليات علوم تطبيقية بالإضافة إلى 7 كليات تقنية وكلية العلوم كلية التربية بالرستاق. طبعا من حيث أعداد الطلاب تعتبر الجامعة أكبر جامعة في السلطنة من حيث أعداد الطلاب المسجلين والدارسين فيها. الملكية الفكرية أهميتها للجامعة تكمن لأنها مرتبطة ارتباط وثيق بالابتكار، والابتكار كما يعلم الجميع حاليا هو التوجه العالمي نحو الاقتصاد المبني على المعرفة والاقتصاد المبني على الابتكار، وتحويل أفكار وابتكارات الطلبة إلى منتجات وخدمات وسلع تدر عائد اقتصادي على الفرد وكذلك على المجتمع. الابتكار لأهميته تم تضمينه في رؤية الجامعة وفي رسالة الجامعة وأيضا في القيم المقترحة للجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وهذا لم يأتي من فراغ أختي بيان، بل جاء بناء على التوجهات العامة الموجودة في السلطنة وكذلك عدد من الخطط الاستراتيجية التي تم اعتمادها والتي سوف تفعل في السلطنة في المستقبل العوام. فعلى على سبيل المثال، الخطاب الأول لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق تم فيه ذكر أهمية وجود بيئة محفزة للبحث العلمي والابتكار، وأكد جلالته على هذا الموضوع في خطابه الأول، مما يدل على أهمية الموضوع لاقتصاد السلطنة. كذلك في رؤية عمان 2040 ضمن أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية تضمن موضوع الابتكار، هذا بالإضافة إلى أن استراتيجية التعليم الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 أيضا تحتوي على هدف أساسي، هدف رئيسي هو عبارة عن تعزيز الابتكار في السلطنة. كل هذا يصب في الاقتصاد القائم على المعرفة وتوجه السلطنة إلى التحول إلى الاقتصاد المعرفي والبعد عن المصادر التقليدية للاقتصاد. ومن هنا تكمن أهمية الملكية الفكرية للجامعة. وقعتم اتفاقية دكتورة صباح الأمس مع الجمعية العمانية للملكية الفكرية. نعم. نتحدث عن تفاصيل هذه الاتفاقية وأهم البنود الواردة في الاتفاقية. طبعا الجمعية العمانية للملكية الفكرية جمعية حديثة تم إنشائها قبل 3 سنوات، وبالتحديد أشرت في ديسمبر من عام 2017. وقع الاتفاقية عن الجامعة سعادة الدكتور سعيد الربيعي رئيس الجامعة، وعن الجمعية المحامي الدكتور علي العلوي. أهم البنود الواردة في الاتفاقية يمكن تلخيصها في 3 محاور أساسية. المحور الأول هو نشر الوعي بالملكية الفكرية وأهمية الملكية الفكرية بين أوساط الطلبة والباحثين والأكاديميين وأيضا العاملين في الجامعة. كما تعلمين أختي بيان، بالنسبة للطلبة خاصة في التخصصات التقنية والهندسية،
سنويا هناك عدد كبير من مشاريع التخرج، عددها بالآلاف في الجامعة نسبة لعدد الطلبة الكبير الذي يدرس فيها التخصصات. هذه المشاريع بالنسبة للطالب وأيضا بالنسبة للمدرس الأهمية تكمن فقط مجرد النجاح، الحصول على الدرجة الجامعية وحصول على تقدير مناسب، لكن بعض هذه المشاريع وربما العديد منها بمجرد أن الطالب يفهم أن هذه الأفكار أو هذه الابتكارات هي ما مجرد فقط مشروع يحصل بها على درجة علمية، ولكن ممكن أنه يأخذه أبعد من هذا. صحيح. ممكن يحفظ الفكرة اللي موجودة في هذا المشروع، يمكن يحفظ الاختراع أو براءة الاختراع الموجود في هذا المشروع أو الابتكار اللي الطالب بنى عليه فكرته بالنسبة لمشروع التخرج، وبالتالي ممكن يحصل على عائد مادي يمكن يستمر مدى الحياة. صحيح. وأيضا هذا العائد المادي أهميته مش بس للفرد وأيضا للمجتمع. فحاليا مثلا بالنسبة لتقنية المعلومات بعض الشركات القائمة على المعرفة مثل فرضا جوجل أو مثلا مايكروسوفت أرباحها السنوية قد تعادل أو تتجاوز موازنات عدد كبير من الدول. فبالتالي التوجه حاليا التوجه نحو المعرفة وكيف استغلال هذه المعرفة للحصول على العائد المادي. الهدف الثاني أو المحور الثاني للتعاون هو التدريب. الطلبة والباحثين والأكاديميين الموجودين في الكليات بسبب عدم المعرفة، وحتى إذا كان الطالب عنده يعني مثل ما تقولي فكرة مبهمة عن الملكية الفكرية، قد لا يملك الأدوات التي تمكنه من تسجيل براءة الاختراع مثلا أو الحصول على براءة الاختراع. فالهدف الثاني من الاتفاقية هو التعاون عن طريق المؤتمرات التي سوف تعقد سواء داخلية أو أيضا مؤتمرات خارجية بالتعاون مع جمعيات الملكية الفكرية في الوطن العربي أو إقليميا، وأيضا منظمة دولية للملكية الفكرية الوايبو الموجودة في جنيف، وأيضا عن طريق الورش والتدريبية وعن طريق المقررات التي تطرحها بعض الجهات. المجال الثالث هو تقديم الاستشارات القانونية. معظم المسجلين أو المنتسبين لجمعية الملكية الفكرية هم من القانونيين والمحاميين المختصين بالملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، وأيضا كل التشريعات والأطر القانونية التي تنظم هذه المسألة. فبالتالي هذه عبارة عن كم هائل من المعرفة الفنية القانونية التي سوف تساعد الطلبة على الوصول إلى الخطوة الأبعد من مجرد مشاريع التخرج، حفظ حقوقهم في الابتكارات واختراعاتهم، وبالتالي الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم. نعم، ونتفق مع هذا الشيء يعني دكتور، الوصول أكيد. إلى ما هو أبعد من أكيد. مشروع أكيد. طلابي إلى مشروع قد يكون أيضا مصدر دخل كما ذكرت في حديثك. صحيح. دكتورة، نختم هذا اللقاء بأهمية الملكية الفكرية للفرد للمجتمع، كيف ينعكس أيضا ذلك على المجتمع بشكل عام؟ سبق وأن ذكرت أن بالنسبة للفرد اللي هو العائد المادي جزء جدا مهم بالنسبة للملكية الفكرية، فحقوق الفرد في ابتكاره أو أفكاره أو أي اختراع ممكن تحول إلى سلع، تحول إلى خدمات، تحول إلى منتجات، ويحصل من خلالها الفرد على عائد مادي. أما بالنسبة على مستوى المجتمع ومستوى الدولة السلطنة على سبيل المثال، فما كما ذكرت أن التوجه العالمي حاليا هو الابتعاد عن الاقتصاد التقليدي ومصادر الاقتصاد التقليدي ومن ضمنها مثلا النفط، بل الآن التوجه حول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والملكية الفكرية والابتكار هو ركيزة أساسية في هذه المعرفة، لأن تعطي ميزة تنافسية للدولة وللفرد مقارنة بالدول العالمية. كذلك السلطنة تشارك سنويا في المؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر الابتكار العالمي هذا يقيس تنافسية الدول على مستوى العالم في عدة مؤشرات، ومن أهمها مؤشر الابتكار. وبالتالي إذا زاد وعي الأشخاص والأفراد الموجودين في المجتمع بأهمية الملكية الفكرية، بالتالي سوف يزيد نشاط البحث العلمي مما ينتج عنه تسجيل براءات اختراع أكثر، وازدياد عدد براءات الاختراع سوف يؤدي بالتالي إلى صعود مستوى أو تصنيف السلطنة
في مؤشر الابتكار العالمي وهو ما تطمح إليه السلطنة. واحد من الأهداف التي تطمح إليه السلطنة هو الحصول على تصنيف مرتفع في مؤشر الابتكار العالمي. نعم. طيب دكتورة، هذه الاتفاقية أيضا يعني هي تعكس تعاون مشترك ما بينكم بين الجمعية في تعزيز مسيرة الملكية الفكرية في السلطنة، كيف راح تترجم على أرض الواقع خلال المحطات القادمة إن شاء الله؟ قبل توقيع الاتفاقية تم تحديد فريق عمل من الجامعة برئاستي. هذا الفريق العمل سوف يعمل على تنفيذ بنود الاتفاقية، لأن مثل ما معتاد عليه في بعض الأحيان أن بمجرد توقيع الاتفاقية يمكن يكون ينتهي العمل بها وتصبح مجرد حبر على ورق، لكن لأهمية الملكية الفكرية للجامعة إحنا قررنا أن نمشي باتجاه تفعيل هذه الاتفاقية حتى قبل ما توقع. فيوجد لدينا فريق متخصص في مجال الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا من الجامعة. هذا الفريق بالتعاون مع الزملاء في الجمعية سوف يعمل على تفعيل بنود الاتفاقية عبر خطة زمنية محددة نحدد فيها البرامج التي سوف تترجم هذه الاتفاقية، نحدد فيها إطار زمني للاتفاقية، وأيضا مسؤولية الأفراد، مسؤولية الأفراد الذين سوف يقومون بتطبيق أو تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. نعم. دكتورة، تحدثتي عن مؤشر الابتكار العالمي أيضا. كيف تصنفين وضع السلطنة خلال السنوات الماضية والوضع الآن من المؤمل أن يكون خاصة، وأنجاز السلطان المعظم في خطابه أكد على دعمه للابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي؟ للأسف أختي بيان، في السنوات الأخيرة تم تراجع في تصنيف العالمي للسلطنة في هذا المؤشر. الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع من أهمها غياب المعلومة الصحيحة. فالدخول المؤشرات هناك مجموعة من المعلومات والإحصائيات المطلوب توافرها من كل دولة تقيس أكثر من 80 مؤشر، من ضمنها مثل ما ذكرت مؤشر الابتكار العالمي، مدخلات الابتكار، مخرجات الابتكار، من ضمنها أيضا عدد طلبة الدارسين في المجالات التقنية والهندسة وأيضا المخرجات. فالسلطنة للأسف في هذا المؤشر انخفض مستواها أو تصنيفها بسبب غياب هذه الإحصائيات أو عدم توفيرها حسب الصورة المطلوبة. يعني إذا ما توفرت الإحصائية بنفس الصيغة بنفس الصورة المطلوبة من الجهة التي تعمل على نشر هذا المؤشر، قد تحصل السلطنة على صفر. ما معنى أن هذه المدخلات غير موجودة، ولكن فقط غياب الإحصائيات المطلوبة للمؤشر، وبالتالي قل أو انخفض تصنيف السلطنة. ولكن من المؤمل مثل ما سبق وذكرت أن هناك توجه وطني صحيح. على مستوى خطط الوطنية أيضا متضمن فيها الابتكار، والمؤمل أن هذا يعمل على تعزيز مفهوم الابتكار وتوفير الإحصاءات والبيانات المطلوبة بحيث أنه يرتفع مستوى السلطنة في مؤشر ابتكار العالمي في السنوات القادمة. وجهودكم أيضا دكتورة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، شكرا لك وجودك اليوم في أمسية الليلة من برنامجكم من عمان. دكتور حليمة بن صالح البدواوية من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، شكرا جزيلا. شكرا على الاستضافة أختي بيان. الله يخليك. نتواصل معكم مشاهدينا في أمسية الليلة بعد الفاصل، ابقوا معنا.
جديد نتواصل معكم أيضا في سرد محطات حلقة الليلة التي تعكس هذا الحراك الوطني في مختلف المجالات. قبل قليل تم الاحتفاء بالفائزين ببرنامج أبجريد لعام 2020. تفاصيل هذا الاحتفاء برفقة ضيفتنا الكريمة رئيسة المسؤولية الاجتماعية بعمانتل وعضوة اللجنة الرئيسية لبرنامج أبجريد ليلى بنت محمد الوهيبية. مساك الله بالخير أستاذة ليلى وحياك الله في برنامج من عمان. شكرا على الاستضافة، أشكر تلفزيون سلطنة عمان وبرنامج من عمان على هذه الاستضافة. الله يخليك. بداية نريد أن نقرب المشاهد الكريم من برنامج أبجريد وأهدافه المختلفة. برنامج أبجريد في نسخته الرابعة الآن، الهدف منه تحويل مشاريع التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الدعم المادي والفني وتطوير المهارات لدى الطلبة. نعم، من خلال تعاون مشترك. نعم. أيضا يوجد شركاء للبرنامج على رأسهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وشركة العمانية للاتصالات عمانتل، أيضا وزارة نقل الاتصالات ممثلة في مركز ساس والصندوق العماني للتكنولوجيا، الهيئة العمانية العامة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، ووزارة الرياضة والثقافة والشباب. نعم، يعني شراكة ما بين القطاعين الخاص والدعم في والخاص أيضا والعام في دعم هذا الحراك الشبابي. نتحدث عن موضوعات هذا العام ومجالات المختلفة لبرنامج أبجريد أيضا. طبعا برنامج أبجريد الفكرة منه تحويل مشاريع في مجالات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة إلى شركات ناشئة، فتم تحديد مواضيع هذه المجالات وأهم الموضوعات طبعا مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البلوك تشين، سلسلة الكتل، أيضا المدن الذكية، البيانات الضخمة. فكانت هذه هي المحاور التي يعني محاور المشاريع المتقدمة للجائزة. نعم، هذه بالنسبة للمحاور. بالنسبة إلى معايير المسابقة كيف تقيمون أيضا المشاريع؟ المعايير تعتمد على وضوح الفكرة أولا وتميزها، ثانيا إن إمكانية تحويل هذه الفكرة إلى منتج تجاري، أيضا القيمة الاستراتيجية التسويقية للمشروع، مهارات الفريق أيضا وكفاءاته، وكذلك القيمة المضافة للفكرة إذا ما كانت مشابهة لفكرة أخرى موجودة في السوق، أيضا الجدوى المقدمة من الفريق لتسويق هذا المنتج، وأيضا نموذج عمل الشركة. نعم، يعني قبل قليل أيضا في هذا المساء احتفيتم بالفائزين بهذه النسخة لعام 2020. الحمد لله. نتحدث عن أبرز الفائزين أو المشاريع الفائزة. هو في كل عام يفوز ثلاث مشاريع، ثلاث فرق. الفريق الأول هو بدون ترتيب طبعا الفرق، أولها أذكر فريق جهاز تتبع الحيوانات المهددة بالانقراض عن طريق طائرة بدون طيار، بحيث أنه يتم تتبع هذه الحيوانات البرية وإرسال إشعار لهيئة البيئة لتتبع هذه الحيوانات. نعم. البرنامج الآخر الثاني هو كان جهاز ذكي للتحكم بالمياه المفقودة، بحيث أنك أنت تحط المعطيات في هذا الجهاز عن الكمية المتوقعة للاستهلاك في هذا الموقع، ومن ثم عن طريق الخوارزميات البرمجة يتم تحديد هذه المستويات المياه المفقودة، التحكم فيها. المشروع الثالث Navigation Eye، هذا المشروع للتحكم في أو لمساعدة راكبي السيارات من الانشغال وهم أثناء استخدام أجهزة الملاحة، بأن يكون التركيز بدل مشتت بين الجهاز وبين القيادة، إمكانية رؤية الخريطة على الزقاق الأمامي للسيارة. جميل. نعم. يعني مشاريع جميلة وتحل قضايا أو ظواهر موجودة معنا. نعم. في حتى حياتنا وتفاصيل حياتنا اليومية. صحيح. طيب بالنسبة أيضا للتفاعل هذا العام، كيف وجدتوا المشاركين هذا العام خاصة مع وجود جائحة كورونا كوفيد-19؟ طبعا الجائحة طالت الجميع بلا استثناء،
تعطل المؤسسات والمؤسسات الأكاديمية كذلك كان له أثر على المشاريع، نوعية المشاريع المقدمة وإقبال الطلبة. ولكن إذا احنا شركات ومؤسسات نتحدث عن التقنية، فأعتقد التحدي كان أنه نحن كيف ممكن نكمل المشروع والبرنامج ونتغلب على هذا التحدي. يعني هي ما كانت مشكلة كثر ما كانت تحدي أنه نحن ننجز جميع مراحل البرنامج من بدء التسجيل حتى الحفل النهائي بصورة بنسخة رقمية تماما. نعم، ما بين التسجيل ليلى والحفل الختامي، نتحدث عن هذه المراحل، المراحل التي يمر بها المشارك في برنامج أبجريد. من فتح باب التسجيل يكون في فترة محددة لتقديم الطلبات، ومن ثم يمر بعدة مراحل تصفية. المرحلة الأولى يتم من خلالها التأكد من صحة المعلومات أنه المشروع يكون مشروع تخرج، وأيضا في مجالات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. من ثم مرحلة التصفية الثانية هي مرحلة العروض المرئية، حيث أنه الطلب أو كل الفرق تعرض أهم ما يميز هذا المشروع، ويتم التقييم بناء على معايير اللي طرحتها اللي هي معايير الجائزة. وبعد التصفية الفرق المتأهلة تتأهل للمرحلة الثالثة، وأيضا قبلها يكون في دورات تدريبية مخصصة لهذه الفرق التي تأهلت من المرحلة الثانية، بحيث أنه تعزز من مستواها في وتطور الفكرة أكثر. نعم، يعني عمان تل أيضا تدعم هذا المشروع استنادا لمسؤوليتها المجتمعية تجاه بعض الظواهر أو القضايا الموجودة في المجتمع، منها الشباب وما يهم الشباب أيضا والثورة الصناعية الرابعة. نتحدث عن دوركم كعمان تل في مثل هذه المشاريع. طبعا هذا يتماشى مع استراتيجية الشركة عموما في دعم التحول الرقمي، وأيضا تأتي هذه المشاريع من صميم عمل الشركة مشاريع التقنية. نحن في عمان تل نتبنى استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، أحد ركائزها دعم ريادة الأعمال والاستثمار في الشباب العماني، بحيث أنه يعني نؤهلهم عن طريق توفير مجموعة من التدريب والفرص في هذا المجال ليواكب التسارع في العالم في هذه المواضيع، بحيث أنه نكون مخرجات في السوق ونرفد سوق العمل بشركات ناشئة تستطيع أن تستغنى عن الوظيفة وتبدأ وظيفتها أو تبدأ تشكيل شركة خاصة وتوظف العديد من زملائهم معهم في نفس العمل. قدمنا عندنا عدة مشاريع كلها تستهدف الشباب، معظمها تستهدف الشباب. عندنا كان برنامج مهنتي، عندنا برنامج أيضا إحنا شركاء استراتيجيين في إدلال، وهي أيضا اللي تدعم الشباب رواد الأعمال، غير أبجريد كذلك كثير من مشاريع التدريب اللي قدمتها الشركة بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة لتنمية مهارات الشباب، وأيضا لمساعدة يعني نحن هذا كله تماشيا طبعا مع رؤية عمان 2040 ومعرفة أهمية هذا المشاريع التقنية وفي رفض الاقتصاد المحلي، ونحاول قدر الإمكان أنه نحن نسهم في ربط مخرجات التعليم بالسوق المحلي وتطوير مهارات الشباب. نعم، كل التوفيق لكم إن شاء الله في تحقيق هذه الأهداف المنشودة خدمة للمجتمع ولشبابه في مختلف المجالات. ليلى بنت محمد الوهيبية، مديرة المسؤولية الاجتماعية بعمان تل، عضوة اللجنة الرئيسية لبرنامج أبجريد، سعدنا بك. شكرا عزيزتي بيان. الله يخليك. وسعيدين دائما بمتابعتكم الطيبة مشاهدين الأحبة. وصلنا لختام حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، نذكركم دائما أيضا وسط عودة الحياة إلى طبيعتها باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحتكم وصحة الجميع. تقبلوا منا أجمل التحايا، مخرجنا إبراهيم الزجالي. إلى اللقاء.
سطر مجادة وانجازة في جبين العز وعيونه موطن التاريخ الشاقلة بعزة وهبة سلاطينة سطر مجادة وانجازة في جبين العز تاج عز المجد وركونه وانولد مع شمس حاضر له الفجر بشعاعه ولونه عهد توجناه ضات كبرى وتاج عز المجد وركونه السلطان نبذله روحنا والكل يفدونا بالولا لحنا قسمنا والوفا ليمين مضمونا السلطان وفي عهده عمان تبقى در مكنونه والشعب الحب يحتفله وصدق الدعوات يهدونه برؤية السلطان وفي عهده عمان تبقى در